This is the story of a little girl called Aya and how you help nurse her back to health. حالتنا المادية صعبة، لا بتجينا إغاثة ومي بتجينا بمبل، يعني بندفع حقها، بالأهلك ما عطونا مي، ما عطونا إغاثة، ما عطونا شيء خالص. بعد ما ولدتها شهرين تضعف، يعني ترضع مني وتضعف. أخذناها على مشفى الإيمان كمان، الدكتور طلب لها يعني حليب بالخصوصة بالمشفى سوء تغذية حاد معها الطفلة. لا هلق عم بتتحسن وضعها، يعني عم بيصير تمام كويس. بناكل، إذا اشتغل جوزي بناكل لحمة، ما اشتغل بناكل من البيت. الفواكه بالسنة لتعدي مرة علينا. In northwest Syria, 34% of children under 5 years old suffer from malnutrition. And it's estimated that at least one child out of every three is at risk of losing their life due to hunger. Human Appeal works hard to ease the suffering of children like Aya. But we can only do it thanks to kind donors like you. أنا عفاف عنكر، أخصائية تغذية ضمن فرق الاستجابة السريعة التابعة لمنظمة هيومن أبيل. نحن ضمن عملنا بمنطقة ترمدا واجهنا الطفلة آية بإحدى المخيمات. الطفلة آية كان عمرها 7 شهور، بتعاني من سوء تغذية حاد شديد. قمنا بحالة الطفلة آية لمشفى الإيمان لأنه هو المركز الصحي اللي بيخدم المهجرين منطقة ترمدا، وحولناها لعند عيادة طبيب الأطفال ضمن الخيمة، صرفنا لها المغذيات الدقيقة بالإضافة ومتابعتها بشكل دوري، بالإضافة إلى توجيه بعض النصائح للأم عن أهمية التغذية، أدخال التغذية التكميلية بالإضافة للحليب للطفل آية. طبعاً بعد زيارات دورية للأم وشفنا تحسن كثير لحالة الطفلة، انتقلت من مرحلة لمرحلة، أظهرت على الطفلة علامات نشاط حيوية أفضل، بالإضافة إلى قابلية الطفلة لتقبلها للأكل. هلق لو فريق التغذية والمشفى ما موجود، الأم ما رح تعرف إنه الطفلة مصابة بسوء تغذية، كثير عالم عندها جهل بخصوص سوء التغذية. هلق أكثر المشاكل اللي عفت عليها النساء، أول شيء واقع المخيمات، واقع نزوح، الانتقال من مكان لمكان، وضع أمني، ما في على طول القصف شغال، وضع أمني، الضغوط النفسية هي السبب الكثير كبير عم بتعاني منه الحوامل من والرضيعات. هلق تحسين الواقع المعيشي أو تحسين الواقع الصحي الخدمة، نقل العالم عن مواقع آمن، المواقع اللي هي فيها من مخيمات عن مواقع أحسن مثلاً، تقديمهم صحياً بشكل أفضل. هلق العلاج دائماً كله مجاني، نحن كمنظمتنا مجاني من قبل المنظمة. أكيد نحن استمرارية المشروع، دعم المشروع، توفير الموارد، توفير المغذيات، أو توفير الشيء اللي عم تطلبه من الناس اللي بيخدم حالتهم الصحية طبعاً. إنه خبر المرأة إنه في شيء أنت رح في شيء مادي مطلوب منك ضمن المشفى، إنه المشفى ما رح يقدم لك هي الخدمة. With your help, we can keep fighting malnutrition in Syria and give more children like Aya a brighter future. As Ramadan approaches, show mercy to those in need. Human Appeal makes the most of your mercy.